هيا ابو جار، هيا خيرك انت ما تحبش كرسي. صور شيء كراش زي you
خليك خليك على بالإشارة إلى قرار السيد عميد البلدية المكلف رقم 32 لسنة 2020 بخصوص حظر التجول خلال 24 ساعة لمدة أسبوع داخل المدينة، طبعا شرعنا نحن كغرفة طوارئ بمديرية أمن الزيتن بالإضافة للأجهزة الداعمة لنا من جهاز الأمن من السواحل فرع الزيتن وجهاز الأمن الداخلي فرع الزيتن وجهاز الشرطة الكهربائية. طبعا أخذنا عديد من الترتيبات. أولا قمنا بترتيب ودعم الحرس البلدي في إقفال جميع النشاطات التجارية داخل البلدية، وهذا الإجراء لكي يتم تخفيف من الازدحام داخل المدينة. طبعا من يوم الخميس الماضي قمنا بهذه الدوريات. طبعا الآن اللي هو يوم السبت، طبعا حيث خرجت الدوريات منذ الصباح وكانت الاستجابة الحقيقة جيدة جدا، استجابة كثير من المواطنين في عملية إقفال محلاتهم التجارية. طبعا المرحلة الأخرى هي عملية تنفيذ قرار حظر التجول داخل المدينة. في الحقيقة في بعض المستلزمات اللي توفرت سواء كانت من وزارة الصحة، سواء كانت من دعم من رجال الأعمال، سواء كانت من دعم من المجلس البلدي، ولكن للأمانة لما يصير اللي هو عندك تدفق للحالات ويصير عدد كبير فحيصير استنزاف مثلا زي البدل الواقية. عندنا الآن نقص في القناع اللي هو الـN95، لما تحصلنا عليه خدينا كذا طلبية من اللجنة الاستشارية العلمية، ولكن ما تحصلناش على أي قناع اللي هو الـN95 أو الريسبيريتور هذا اللي هو المستعمل في الحالات اللي زي هذه. ما نعرفش هل هم ما عندهمش، هل هم يماطلوا، ما عندي ما نعرفش، ما نقدرش نقول. هو أول حاجة بالنسبة لقصة العينات العشوائية هذه علم خاص، هو علم الوبائيات. معنا الاستشاري الدكتور محمد نجيب في الموضوع هذا. الآن طبعا يعتمد عليه عدة جوانب أخذ العينات العشوائية، عندك على المشغلات، على وضع التدفق المرضى والوضع الوبائي الحالي. فبس في الوقت الحالي ما عندناش الخطة هذه، مش موجودة في الوضع الحالي الآن.